صباح الخير، يوم جديد، فرصة جديدة، بداية جديدة. انا بحب قوي يوم الاثنين، مع ان في ناس بتكره قوي اول يوم في الاسبوع، سواء الناس مثلا اللي بتاخد اجازة خميس وجمعة تكره السبت، اللي بياخد اجازة جمعة وسبت يكره الحد، او اللي زيي بياخد اجازة سبت وحد يكره الاثنين. ليه يا جماعة؟ ليه؟ ما احنا لو ما قدرناش قيمة العمل في حياتنا، حياتنا مش هيبقى ليها معنى. لازم يبقى في عمل. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادمين على الارض عشان يعملوا ايه؟ عشان يعمروها، عشان نعمل، عشان نشتغل، عشان كل يوم يبقى لينا حاجة جديدة بنحققها. النهاردة بقى صاحيه بريفلكشن على حاجات قريتها واتفرجت عليها امبارح بالليل. امبارح بالليل قعدت اتفرج على فيديوهات، كنت خلاص مرهقه جسديا جدا، فقلت انا هتفرج على اي حاجه عبيطه، لا عايزه حاجه قويه قوي ان انا افكر، ولا لا 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 اي حاجه عبيطه وخلاص. فكان في مجموعه فيديوهات كنت عايزه اتفرج عليها عن الامير هاري ومراته ميغان ماركل. وطبعا انا كنت قريت كده شويه مقالات عن ان هم تنازلوا عن دورهم في العيله المالكه، وان هم عايزين يعتمدوا على نفسهم ماديا. وطبعا يعني اللي خلى الموضوع مهم قوي بالنسبه لي شخصيا ان هم قرروا ان هم ييجوا كندا. فطبعا عشان ييجوا كندا بدون الالقاب الملكيه بتاعتهم، ده معناه ان لازم حد يتحمل تكاليف تأمينهم، ودي يمكن اكبر حاجة في التكاليف المتعلقة بيهم. وطبعا ده ممكن يقع على كاهلنا احنا ككنديين ان احنا ندفع تكاليف الحماية بتاعتهم والحراسة بتاعتهم، وده شيء مش حلو لينا. بس دي مش النقطة اللي أنا عايزة أتكلم عنها. النقطة اللي أنا عايزة أتكلم عنها إن يعني في أي قصة، في أي حاجة بسمعها، بحب أشوف إيه الدرس اللي ممكن الواحد يتعلمه. فلقيت إن الدرس هنا المهم إن اتجوز واحدة ما تاخدكش أمير وتحولك لغفير. إن فعلا في جوازات بتبقى نكبة على أحد الزوجين. الامير هاري فقد مامته، طبعا الاميره دي يعني كلنا عارفينها وبنحبها، فقد مامته في حادثه مروعه وظروف كده غريبه مش مفهوم لها. ناس قالت عشان الباباراتسي اللي هم المصورين اللي بيصوروا المشاهير ويبيعوا الصور دي للمجلات والصحف، لكن اعتقد ان الموضوع اكبر من كده. كونها ان هي كانت بتحبه وهتتجوز واحد لابن العيلة المالكة اللي هو دودي الفايد من أصل مصري، ويعني في ملابسات معينة، بس النتيجة إنها ماتت في حادث مأساوي، وإن هو فقد أمه وهو عنده 12 سنة. وطبعا هو صاحب بنات كتير على مدار حياته، ولكن اشمعنى دي بالذات؟ اشمعنى دي اللي عرفت تقفشه؟ في اكتر من سبب. وانا شفت فيديوهات لدكاترة نفسيين بيحللوا ده. في شبه اجماع ان هي شخصيتها شخصية نرجسية، سايكوباثية، بتعرف تتسلط وتسيطر على الشخص اللي قدامها لفترة لغاية ما توقعه في براثنها، وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه بقى. واعتقد ان المدخل اللي دخلت له منه هو حرمانه العاطفي من امه، فبالتالي هي ابتدت تدخل. وطبعا لما دخلت في سن كبير، كان عندها 38 سنة وهو عنده 36 سنة، ولكن هي خطبت الطفل جواه اللي محروم من امه، وخدت الدور دوا لغاية اوبس ما قفشته. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية بقى، هو ليه الموضوع كده عمل ضجة فظيعة؟ لان هي دايما بتسعى للنجاح، وكانت بتحاول انها تنجح بشتى الطرق.
حاولت الأول في مجال السياسة الدولية وما نفعتش، ما أخدتش وضع كبير ولا منصب كبير ولا اشتغلت ولا أي حاجة. بعد كده دخلت في التمثيل برضو عانت وما عرفتش تلاقي لنفسها دور، لعبت شوية أدوار عبيط خالص كومبارس، لغاية ما اتجوزت واحد عنده شركة إنتاج، ده إداها شوية نجاح. شوفوا كمان الناس اللي هي بتختارهم، إداها شوية نجاح شوية، لغاية أما جالها دور، حتى مش دور في فيلم أو حاجة، ده دور في مسلسل اسمه سوت، مسلسل، وكان يعني دورها مستمر. بس انتوا عارفين المسلسلات الأمريكية مش هي دي اللي بتدي شهرة كبيرة، إذا ما كانتش تشتغل في فيلم كبير وإنتاج ضخم. لكن واضح إن هي موهبتها ما لفتتش نظر حد من المخرجين، فكانت قصاد ما هي بتحاول تدور لها على وظيفة في مجال التمثيل، مع إن باباها اسمه إيه؟ اللي هم الناس المتخصصة في الإضاءة التصويرية والكلام ده، وباباها نفسه كان حاصل على جوائز قبل منها، وكان ليها يعني كان ليها علاقات في هذا الوسط، ولكن موهبتها ما دخلتهاش قوي ومخلتش ان يجي لها أدوار عليها القيمة. فبصوا الكلام ده انا بس بحكي لكم الأرضية عشان هستنبط منه حاجات. عملت ايه بقى؟ اشتغلت انفلونسر. انفلونسر ده مفهوم بقولونه موجود في مجتمعاتنا، اللي هو الناس اللي مشهورة على السوشيال ميديا، بتعمل زي ما تقولوا دعاية لماركة معينة. يعني انا لابسة بلوزة من ماركة معينة، هطلع اتصور واعرض واشوف ومش عارف ايه، وانا في ايه لابسة البلوزة دي، واحط اسم الماركة، فالناس اللي متابعيني يروحوا يكليك على اللينك ويروحوا يشتروا البلوزة. مثلا هروح في مطعم معين واخد صورة للاكل بتاعي واقول انا كنت في المطعم الفلاني وكذا وكذا، ومطعم رائع وجميل، تقوم الناس تبتدي تروح له. في ناس مثلا بتنزل في فنادق معينة، مش كل واحد بيعمل الكلام ده بيبقى انفلونسر. انا ممكن اعمل الموضوع ده كنوع من تبادل الخبرات او الشيرينج، المشاركة. امتى بقى يبقى انفلونسر؟ لما ياخد فلوس على ده، لما اخد فلوس على ان انا البس البلوزة واتصور بيها واحط لها لينك، باخد نسبة على كل حد بيكليك اللينك ده. ده الانفلونسر، هي بتعمل كده. انا بقى شوفوا انا لابسه ايه، بس ما فيش لينك تروحوا تشتروا منها، فما باخدش فلوس على الكلام ده. هنا الانفلونسر بتاخد فلوس، هنا شخص عادي جدا بيحط اي حاجه اونلاين. الانفلونسر لو راحت مطعم وحطت عليه، بيشوفوا عدد الناس اللي عملت كليك على اللينك بتاعها ونسبة مبيعات المطعم في الوقت ده. في ناس بتاخد فلوسها مقدما، تقول لك مثلا انا هحط لك بوست على الانستجرام ومثلا قصاد $1000 مثلا، ده الانفلونسرز اللي بياخدوا فلوس كتير. في ناس تانية بتاخد اكتر واكتر، كل واحد على حسب شهرته على السوشيال ميديا. هي كانت بتشتغل الشغلانة دي ولا زالت، فهي بتقيس نجاحها بايه؟ بعاملين، شهرتها والفلوس اللي جاية لها. لكن هو أمير بيقيس نجاحه بإيه؟ بيقيس نجاحه بمدى خدمته لأهل بلده. الحاجات الخيرية اللي هو كان بيعملها، شغله مع الجيش لأنه هو كان في الجيش، الحاجات دي كلها اللي بيسموها الرويال ديوتيز، يعني مهامه الملكية باعتباره جزء من هذه الأسرة المالكة الحاكمة. هم لا ما بيحكموش، هم بيملكوا لكن لا يحكمون، عشان عندهم مجلس نواب وعندهم برايم مينستر والكلام ده. فاتنين، واحد متسلط على التاني ومسيطر عليه وداخله من مدخل
ما ينقصه من عاطفة الأم، الأمومة والحب وحرمانه من أمه. الحاجة التانية هي بتقيس نجاحها بمقاييس مختلفة عن مقاييس نجاحه. لازم حد في هذه العلاقة، لأنها علاقة عرجاء، لأن القوة مش متساوية هنا، لازم حد يتنازل. فاللي بيتنازل عادة هو الأضعف، وعادة بيبقى فيه مشاكل وبلاوي سودة في العلاقات دي. طب احنا بقى نتعلم ايه؟ نتعلم دايما، بسميها حاجة اسمها أهداف الأسرة، ويمكن اكلمكم على يعني اعمل لها فيديو تاني. كويس ان انا جنبي الاجنده بتاعتي، احطها في الاجنده. ان كل اسره يكون ليهم اهداف مشتركه، هي هدفها الشهرة والفلوس، لكن هو مش هدفه الشهرة والفلوس، لأنه هو كأمير ما كانش جاي من حتة نائية ولسه الناس هتعرفه، لكن هي برضو كانت شهرتها محدودة جدا. شهرتها الكبيرة حصلت لما اتخطبت له، وابتدت يعني ابتدت تظهر كتير جدا 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 في الاخبار وفي كل حاجه، والناس يرصدوها والباباراتي يروحوا يصوروها والكلام ده كله، وهي بتحب ده، وده واضح جدا جدا على الصور بتاعتها. الاميره ديانا مثلا لما كانت بتطلع في الصور كانت بتطلع متضايقه متازمه، يا جماعه سيبوني في حالي، لكن دي لا، دي بتبص للكاميرا وبتعمل بوز، لانها ممثله فمتعلمه ازاي تعمل الكلام ده، فبتعمل بوز حلو، بوز اتراكتيف. هو مش مهم بالنسبه له الشهره، بالعكس ده بيخاف منها، لانه ممكن يكون خايف انه يفقدها زي ما فقد امه. الحاجه التانية كمان عشان تقدر تستفرد بيه في العلاقة اللي هي الليمبينج، العلاقة العرجاء اللي فيها حد أقوى من حد، عشان تقدر تستفرد بيه بتقطعه من منظومة الدعم اللي حواليه، تقطعه من أهله، تقطعه من أصحابه، تقطعه من زملائه في الجيش اللي كان بيحبهم وبيحبوه وبيتابعوه وهو بيدعم بعض القضايا المتعلقة بيهم. وتعمل إيه بقى؟ إحلال وتبديل. هنشيل أهلك من الصورة، أنا أدخل، أنا وابني، ابننا يبقى إحنا أهلك. هنشيل أصحابك، ندخل أصحابي، وهكذا. أرجع للكلمة اللي أنا قلتها في الأول، اتجوز اللي تاخدك غفير وتعملك أمير، مش اللي تاخدك أمير وتخليك غفير. ونفس الوضع برضو بالنسبة للستات، خدي واحد يعملك كرامة مش يهين كرامتك، مش ينتقصها. الحاجة التانية اللي هي الأحلام المشتركة أو الأهداف المشتركة، والله أنت لو عايز تتجوز واحدة ما بتشتغلش، ما تاخدش واحدة بتشتغل وتقعدها في البيت، اتكلم معاها، شوف هل هي فعلا قابلة ان هي تقعد في البيت وهتقبل ده ولا لا. انا لما جيت اتجوز جوزي اتكلمنا في النقطة دي وناقشناها بوضوح، انا عايزه اشتغل، قال لي ما عنديش مشاكل، انا والدتي كانت بتشتغل لغايه اخر يوم في عمرها، الله يرحمها، ومقدر دوا وهدعمك واللي انت عايزاه، انا عايزه اكمل دراسات عليا، كملي دراسات عليا، في بالانس. هو برده بالنسبه له يعني انا ابتديت مثلا في الماستر بتاعي قبل ما هو يبتدي في الماستر بتاعه، بس هو طبعا كان اشطر فخلص هو قبل مني، بس ابتدينا. مثلا مامتي وبابايا برضو دعموا بعض في ان هو ده عايز يكمل تعليمه في حاجة معينة وهي عايزة تكمل تعليمها في حاجة معينة، لغاية ما وصلوا حتى للدراسات العليا. نمط الحياة كمان، انا عايزة اسافر، انا عايزة اروح، هو انا عايز اروح، انا عايز اشوف الحتة الفلانية، انا بحب كذا، انا بحب كذا. هل لازم نبقى زي بعض 100%؟ لا طبعا مش لازم نبقى زي بعض 100%، بس يبقى في قاعدة مشتركة. وده عشان كده مهم جدا ان احنا نتواصل يا جماعة ونتكلم مع بعض،
واحذروا الفترة الأولانية اللي فيها كل واحد بيبقى كده، يعني معلش في الكلمة، بيمثل دور معين، هي بتمثل دور معين، ممكن بعد كده تختلف وتبان على حقيقتها وهو كمان. فعشان كده لما عملوا فترة الخطوبة، وطبعا قبل الخطوبة في ناس بتقعد تتعارف على بعض والكلام ده، نفتح مخنا ونفكر. ولو عندكم أولاد كلموهم على الحاجات دي، خليه يشوف، قوليله يقيم البنت ازاي، لانه ممكن يكون بيقيمها بالحاجات اللي الولاد التانيين بيقولوها له، ومش هي دي اللي بتقيم اسره وبتقيم بيت وبتقيم سعاده. وانتي كمان شوفي الشخص اللي انتي هترتبطي بيه ده، طموح، عايز يذاكر، عايز يعلى، عايز يترقى في المناصب، عايز يفتح مشروع وينجح، مش مهم بقى عايز، بس عايز وبيعمل ايه عشان يوصل للي هو عايزه. بيشتغل اكتر، بيحوش، بيدور على شغل احسن، بيطور من نفسه، ردود افعاله ايه لاصحابك، ردود افعال البنت لاصحابك، لما بتعترض على صاحب او انت بتعترض على صاحبة بيبقى ايه السبب، كل الحاجات دي. ف انا خدت قرار امبارح من كتر ما شفت فيديوهات عنهم ان انا مش هدور عليهم تاني، ولو ان اعتقد الفيسبوك هيفضل، مش الفيسبوك، اليوتيوب هتفضل تبعت لي فيديوهات عنهم. بس ده كان درس كده صغير عدى في دماغي، فاقول لكم صباح الخير، واقول لكم لازم امشي اجري اشوف حالي ومحتالي، واشوفكم في نص النهار. مع السلامة. اهم حاجة والواحد راجع البيت انه يحاول ينسى كل اللي كان في الشغل. عادي عادي، ممكن يجيلنا تليفون يعكنن علينا زي ما حصل معايا النهاردة مثلا، او ان حد مثلا من عند الناس اللي بنشتغل معاهم ميبقاش فاهم اصلا ايه الموضوع، وتتدخل وتحط تعليقات توضح ان هي مش فاهمة اصلا في ايه. فنستغل بقى وقت العودة ده بقى ان احنا نحاول نركز. انا هروح هاكل مع اولادي، هسلم على جوزي، هلعب مع قطتي، هنضف البيت. كل واحد يفكر ايه اللي جاي، والشغل موجود وهنروح لمشاكله بكرة عادي، مفيش مشكلة. لكن لو ضيعنا وقتنا في بيتنا وضيعنا فكرنا وطاقتنا الذهنية والعقلية، يبقى لا كسبنا هنا ولا كسبنا هنا. لا، آثار الجريمة والرجلين الصغيرة. على العموم ده كويس، وهي مكملة بقى للآخر. ده كويس عشان النهاردة يوم الأرض، يوم الأرض العالمي. آخ، مش عارفة بقى هي كانت دايسة في إيه الهانم. ده في البريد هدية من سيفورا عشان عيد ميلادي. بس طبعا يعني عيد ميلادي كان من فترة، بس على ما جه هو مش على ما جه، على ما اخترت. يعني هما بعتولي اللينك وقعدت مدة على ما اخترت انا محتاجة ايه او عايزة ايه هدية عيد ميلادي. مرسي يا سيفورا. خلاص في اخر اليوم كل حاجة خلصت، نهدى بقى. فقلت بقى ايه، ارجع تاني لأميلي بوست وكتابها عن الاتيكيت، ولسه انا في التشابتر اللي بتتكلم فيه عن الكونفرسيشن. كلام حلو جدا جدا، واوحالي ان انا
اعمل لكم شوية فيديوهات عن الاتيكيت lessons اللي انا اتعلمتها من الكتاب. انا لسه قدامي كتير قوي قوي فيه، بس قلت يعني ايه ممكن اعمل لكم كده فيديو قصير خالص كل كام يوم كده عن مفهوم من المفاهيم اللي هي اتكلمت عنها، واعتقد انه هيبقى حلو قوي. الافكار كتير، الوقت محدود، الواحد مش عارف يعمل ايه، بس هشوف. المهم حبيت اقول لكم تصبحوا على خير، واشوفكم بكرة ان شاء الله.